هي اضطرابات الشخصيه هو بيبقى فيها جزء موروث، فالشخص نفسه احيانا لا يلعب بيبقى غصب عنه بالظبط كده، لا يلعب تصرف. طب دكتور احنا نطلع كده ان هاوس هنشوف مع بعض تقرير عن ايه اكتر الاضطرابات النفسيه المنتشره في مصر والعالم. ايه الاضطرابات؟ احنا دلوقتي عايشين في زمن الاضطرابات النفسيه، بس ايه اكثرهم؟ ايه الاكثر شيوعا في مصر والوطن العربي؟ تعالوا نشوف مع بعض. انت عامل ايه؟ سؤال في الغالب بتكون اجابته مش بخير، مزاجي مش حلو، حاسس اني مش مبسوط، متضايق ومش عارف ليه، وجمل زيها كتير المعنى الاكيد منها ان النفسيه تعبانه. في اوقات كتير بيكون الانسان بيعاني من عرض او اضطراب نفسي لكنه مش عارف او مش حاسس او مش عايز يعترف بيه. وبالارقام الرسميه اكدت نتائج المسح القومي للصحه النفسيه اللي اعلنتها وزاره الصحه المصريه في سنه 2018 ان 25% من المصريين بيعانوا من اعراض نفسيه و7% بيعانوا من امراض نفسيه. وبينت النتائج ان الاضطرابات النفسيه الاكثر انتشارا كانت اضطرابات الاكتئاب واللي كانت في المرتبه الاولى، ووصلت نسبتها ل 43.7%. أما في المرتبة الثانية كانت الاضطرابات الناتجة عن تعاطي المخدرات بنسبة 30.1%، والمرتبة الثالثة جاءت فيها اضطرابات القلق العام والخوف بنسبة 25%. وعلى مستوى العالم وحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية إن في سنة 2019 كان شخص واحد من كل 8 أشخاص أو 970 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مصابين باضطراب نفسي، وكان القلق والاكتئاب من أكثر الاضطرابات النفسية انتشاراً.